محلية وصنعت في غزة، بندقية غول. من داخل مصنع أسلحتها وتحت الأرض، القسام استعرضت كواليس تصنيع قناصتها المطورة غول في فيديو نشرته لأول مرة من 9 سنوات بعنوان صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم، وهو أمر دايماً شككت إسرائيل بصحته. التصنيع ده كما يظهر في اللقطات بإيد محلية من السبطانة أو ماسورة البندقية إلى الرصاصة، بتستخدمها كتائب القسام في الحرب الدائرة في غزة، تتميز بقدرتها على الاصطياد من مسافات بعيدة. ووفق ما نشرته فإن غول تتفوق على نظيرتها دراغونوف الروسية وشتاير النمساوية. فيديو البندقية غول أثار ضجة واسعة وأشعل مواقع التواصل، واعتبر المتابعون إن هذه اللقطات تحديداً رسائل مبطنة. كان في تعليق الحساب ده أشاد بمحتوى الفيديو، كتب مصانع محلية بدائية تتفوق على مصانع الذخيرة في كبرى بلدان العالم. لكن سمر كان ليها رأي تاني ومختلف، قالت مش المفروض دي أسرار أو كل دي أسرار عسكرية ما تظهرش للعالم عشان ما يبقوش عارفين إحنا هنعمل إيه ولا خططنا ولا قواتنا وما يعرفوش آخرنا إيه؟